نبدأ بسم الله. هنا معايا كيلو من اللحمة، هصفيهم تاني. يبقى انا ايه معايا البصل هصفيه واللحمه الدسمه، والبهارات بتاعتي عباره عن فلفل وملح، ولو عايزه تحطي قرفه مش عايزه بلاش، يعني هو ملح وفلفل بس، وبهارات لحمه لو عندك حطي شويه بس ما تكتريش، لان الكفته مش عايزه بهارات، كفته حلاوتها ان ما بيبقاش فيها بهارات كتير. هصفي الميه كده بتاعت البصل دي لاني هستخدمها، هصفيها كويس، هحط عليه ملح وانا ببشره، حط ربع معلقه ملح عشان ينزل ميته بسرعه. بنجاح بقى الكفته، بس استنى ما اخلص ده اقول لكم. شايفين صفيته ازاي؟ ما خليتش فيه ولا نقطه ميه، صفيته كويس جدا. دول ثلاث بصلات كبار، هنزلهم على الكيلو اللحمه مع 250 جرام من الدهون، ولو ليا عادي دهن الجزار عادي، الدهن اللي موجوده عندك، او تخلي الجزار يفرمهولك احسن مع اللحمه. انا فرمت في الكبه، ما تخليش اي ميه في البصل عشان ما تفكش مننا. هقول لك بردك على السر اللي يخليها ما تفكش منك عمرها، لو هتبشري المبشره ما تبشريش فلفل، لان الفلفل لو اتبشر ما بينعمش زي الكبه. ماشي، صفينا البصل اهو، حطيناه التفل وسيبنا الميه. الميه دي هنعمل فيها ايه؟ احط عليها حوالي معلقه خل، وهركنها في علبه في الثلاجه، اما حاجه بغطا عشان ما تخليلكيش ريحه الدنيا، يعني قلب بصل حاجه بغطا، وشيليها في الثلاجه لتاني يوم. هنيجي هنا بقى للكفته، معلقه ملح كبيره، على طرف معلقه صغيره كده هحط شويه من الكربونات، والكربونات ده موجود عند اي عطار، بيخليك الكفته خفيفه ما يخليهاش مكتومه. وهحط ربع معلقه من الفلفل الاسود، هحط شويه قرفه، طبعا مش لازم تحطي قرفه، بس احنا الاكل بتاعنا اساسي فيه القرفه، فهحط ربع معلقه، وهحط ربع معلقه من بهارات اللحمه، موجوده احط، مش موجوده مش لازم، بس هخلطها كويس. وممكن تفرميها تاني في الكبه لو عايزه تنعميها خالص، بس هي القصه في سر الكفته. لو تاخدوا بالكم لما تيجوا تجيبوا الكفته من الحاتي، دايما الحاتي بيبقى بيشوي بره، فاللحمه اللي بيعملها بتبقى موجوده بره، فبتبقي شايفاها، بتبقى موجوده دايما في كيس ولونها فاتح، مش لونها لون اللحمه اللي هي الحمراء، لا لونها بيبقى فاتح، ويبقى الكيس مجمد. فهي من اساسيات الكفته ان يكون فيها دسم، تكون اللحمه مش حمراء، لا تكون دسمه، وما يكونش البصل فيه ميه، تكوني مصفيه حلو، وتبيتيها في الفريزر لمده يوم كامل. لازم تبيتيها عشان تندمج في بعض، وعشان ما تفكش معاكي، تمام؟ يعني انت لو مشيتي كل الخطوات دي وجيتي عملتيها في ساعتها، اهو خطواتها مظبوطه، بس هتلاقيها يعني مش ماسكه، مش مندمجه مع بعض، فهتفك منك في السيخ. فانا هخلطها كويس واقلبها حلو، واتاكد ان ما فيهاش حتت بصل زي كده، عشان الكبه ساعات بتعملها كده ان انت تفوتي حته بصله كبيره. المهم تنعميها حلو، انا هنعمها تاني في الكبه عشان كله يندمج مع بعضه، وهوريها لكم برده بعد ما تنعم، وهشيلها في الفريزر يوم كامل عشان تندمج مع بعض وتبقى جامده وما تفكش مني، واشتغل معاكم بيها تاني يوم ان شاء الله. وكده خرجت الكفته من الفريزر تفك، سبتها يوم كامل زي ما قلت لكم عشان تندمج مع بعض. بصوا شكلها ناعمه ازاي، مش خشنه. هفتحها بقى وابدا اصبحها. ما شاء الله ريحتها حلوه قوي، البصل مع الفلفل مع الحاجات اللي انا حطها، بس متاكده ان هي ناعمه، ما تبقاش خشنه، متاكده ان انتوا تنعموها حلو كده. ماشي، ودي ميه البصل اللي احنا حطينا معاها لشويه الخل، هي لونها غامق من امبارح، هي لونها غامق عشان ده بصل احمر مش بصل ابيض، فهي مش ما فيهاش اي حاجه. هبدا بقى ان انا اصبح، بس هشغل على الفحم بقى، مولعه فحم، هبدا بقى ان انا اصبحها كده، بس في الوقت اللي انا هصبحها فيه خلي حمدي بقى يشغل لنا الفحم. حمدي متخصص فحم عندنا. حمدي ايه يا فوقه؟ معلش والله على الفحم عشان ابدا اشوي بقى. بتدلي ايديكي كده من ميه البصل، ماشي، وتبداي ان انت تسيخي بيها. صلاح في البلكونه عشان الدخان. ميه البصل بقى بنصبع بيها عشان الصباع يمسك معايا، بس هي ما شاء الله اصلا عليها، تاخدها شويه عشان الصباع يبقى كبير، لان بالكش. الله ينور يا عم الكبابجي. انت بقى شغلتك كده تظبط لنا الفحم، وانت اللي هتسويه. ده انا اروق. بعد ما بعملها كده بقى بميه البصل خفيف كده من على الوش كده، ماشي ايدك عليها بميه البصل. سام شيء الاحرف دي نحاول نلمها كده عشان دي ما تخلاش تقع. ممكن تعملي بايديكي كده عشان هي تاخد شكل حلو. وهنيجي من النص بقى نعمل ايه كده عشان يبقى اصبعين، بس ما نفصلهاش خالص، لا يا دوبك نخليها رفيعه من هنا كده. بس متاكد ان انا ايه مغمساها بميه البصل، بس كده الصباع جامد ان شاء الله مش هيفك، بس ما تضغطيش جامد وانت بتعملي، ما تضغطيش جامد. انا باخد وقت بس بسكنها كويس، يعني تستعجليش عليها، لا خدي وقتك خالص وانت بتمشيها على الصباع كده على الوسيخ عشان ما تفكش مننا. احرف اهم شيء. بس هي كده جاهزه، هعمل بقى بقيه الكميه نفس الطريقه، هسيخها على ما حمدي يعمل الفحم، ونرجع لكم بقى ان شاء الله.
تمام. انا كده بقى جيت هنا في البلكونه عشان خاطر طبعا الدخان، حطيت كده حتتين فحم على البوتاجاز لغايه لما ولعوا، عشان خاطر دول هستخدمهم ان انا اقيد بيهم كل الفحم اللي انا هستخدمه، وبعد كده هفض عليهم بقيه الفحم. الطريقه دي سهله جدا ونقدر كلنا نعملها. بعد كده اجيب اي استشوار اللي هو الجهاز بتاع الستات ده على البارد هواء، ابدا انا ايه اخلي النار توصل لها هواء. واضح طبعا سرعة الاشتعال الهواء المباشرة دي بتخلي الفحم يشتعل بسرعة. تمام كده انا جاهز فعلا كده ايه الفحم كله تقريبا ولع، بس طبعا مش كله ولع عشان تبقاش النار حامية عشان ما تبوظش الكفتة الوفاء وتجيبها فيا. فكده انا تمام، اروح بقى اقول لها ان انا جاهز. حمدي ولع الفحم، والله ينور عليك يا حمدي. وعليك. نبت بقى نتخذ كده الصباح عشان مش لمس الحديد، وابدا بقى ارصهم وما تعلوش الفحم قوي، يعني ما تخلوش الفحم عالي بحيث ان هي تستوي ما تتحرقش. انا قاعده بظبط الاستيخ وانا قاعده اهو يا سيدي، مش هنشتري كفته من بره، احنا كل حاجه هنعملها في البيت. ده لسه ده مش لما ندوق ده من ريحه طالعه يا باشا خلاص. وانا مش اول مره اعملها اصلا، كنا عملنا ساعه ما كنا في العزومه بتاعه الكتير فاكر. وابدا بقى ان انا الفها بالراحه كده، ايه ما شاء الله بدات تشد معايا اهي ما وقعتش عشان بقيتناها في الثلاجه زي ما قلت لكم. بصوا لما قلبتها بدات داخله في سوا. انت هتلم علينا الشروق كده يا وفاء بالريحه، الريحه صعبه صح. اه كنا فتحنا محل مشويات. دي لسه ما استوتش، مش هلفها. ما تشد كده تبدا تلفه، ما تهوش كتير عشان كتر التهويه بيعلي درجه الحراره فبيخليها ناشفه وفي نفس الوقت ما تستويش حلو. لا احنا كده كده في البلكونه فالهوا حلو. اه الهوا بيشغل. خلاص كده انا بقى هخلص شوي عشان ما اعطلكوش، الوقت الفيديو يبقى طويل بس تستوي ولا تاخد اللون اللي هو بتاع السوا ده لونها احمر، وبعد كده بقى اشيلها من على النار. وخلصنا الكفته، وعايز اقول لكم ان الجيران قعدوا يبصوا ويشوفوا ايه اللي قالب الدنيا كده، والله العظيم ناس في البلكونه واحنا واقفين بيقولوا ايه في ايه، لان الوقت يعني ايه يقول لك يعني احنا مش في العيد، احنا مش في العيد، بس احنا وفاء مخلينا حياتنا عيد كتر الف خيرها. الحمد لله. لله. طبعا جميله جدا. فطبعا هي وفاء بتستنى اللحظه دي عشان خاطر تشوف رايي في الاكل، لان عارفه ان انا ما بسكتش، ولو في حاجه ولو بسيطه خالص بقول لها. بيعقب على الاكل اصلا. الله حلو. بالظبط. بس الحمد لله يعني ما بتخيبش ظني فيها. فانا هختار ماشي. كله احلى من بقى. بس هو ده عشان ايه ده نص واحد. فصباع الكفته انا من اللون يبان ان هو حلو، يعني جميل. فاضل الطعم، يعني الشكل مش كل حاجه. هي نعم الشكل مهم جدا، ولكن برضو صباع الكفته يعني ايه طعمه اهم. ملاحظتك قبل الاكل بقى كصباع، انت قلت شكله حلو. طب طريان الكفته يعني شايفه طريه ولا ناشفه؟ لا عادي يعني طريه. اه زي ما بتجيب هو الملمس واللون والريحه حلو. هو بس طبعا عشان احنا السياخ السياخ اللي هو بتعمل بيها رفيع، فعشان كده صباع رفيع بيتهيألي، ما ينفعش تعمله اضخم من كده. لا بس هو مش رفيع قوي عشان السيخ رفيع، فما ينفعش تقل عليه. اه السيخ لو هي تقلت عليه هتقع، بس هي حجمها كده مظبوط. بالظبط. هنقول بسم الله. بسم الله. حلو والله. حلو. تسلم ايدك. تسلم ايدك. حلو مظبوطه. جميلة. الحمد لله. جربها بنفس الطريقة دي إن شاء الله تعجبكم. دي مش هتبقى تحدي، احنا هنقعد نستمتع. ده عزة كده. نقعد نستمتع واحنا بناكل. لأن التحدي ناكل بسرعة فما بقاش في استمتاع. احنا عايزين نستمتع بيه. فهنقعد كده نتدلع كده. تسلم ايدك يا وفاء. الله يرفعها. عايز صبحك يا محمد. وانا نروح ناكل. يلا هقفل معاكم الحلقة. ان شاء الله جربوها هتعجبكم بالتكات اللي قلت لكم عليها عشان ما تفكش منكم في السيخ، ولو حد يعني بتفك منه في السيخ هي بس ما شاء الله طالعه سليمه جدا. بس لو نفترض ان حد بتفك منه في السيخ ايه الحل؟ بتجيبي الشبكه اللي هي بتشوي فيها الفراخ دي وتسيخي في السيخ وترصي عليها وتشوي وهيطلع معاكي حلو برده. يعني انا قلت لكم بردك الطريقتين للناس اللي بردك اللي ايه الاسيخ بتفك منها، بس هي طالعه ما شاء الله جميله اهي. وجربها بالطريقه دي والخطوات اللي قلت لكم عليها تعجبكم. تحطوا لايك واشتركوا في القناه واستنوا مني وصفات تانية باذن الله هعملها لكم. يلا مع السلامه. انت خلصت مش قادر انت.